تحتفل حركة النهضة بعيد المرأة اليوم، والأكثر التفاصيل وأجواء الاحتفالات معنا زميلتي شيراز النيلي. أهلا وسهلا بك شيرازة. تحية طيبة لك رباب ولكافة السادة المشاهدين ولمستمعي الإذاعات الشريكة. إذا ينظم اليوم مكتب المرأة والأسرة لحزب حركة النهضة أمسية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. الاحتفال هذا يجي سنة تحت شعار التوانسة الكل ضد العنف. الاحتفال هذا يشرف عليه رئيس حزب حركة النهضة السيد راشد الغنوشي. ينطلق الاحتفال هذا بعد شوية باش يكون فيه تكريم لوجوه فنية ورياضية على غرار السيدة منى نور الدين والسيدة عزيزة بولابيار. بالمناسبة هذه زاد حزب حركة النهضة أصدر بيان أكد فيه التزام الحركة بالحفاظ على مواصلة الحفاظ على حقوق المرأة وعلى مكتسباتها. إذا إلى حد الآن هذا ما لدي، وعودة إليك رباب.